ما سنة ناس يحرصون يحرصون على أهلهم وعلى دويهم. Well, I see the future of UAE very simply as a great future. ينشر ثمراته وبدأوا الناس يذوقون منه الذوق الطيب ويرون منه الرؤية الطيبة اللي تعطيهم أمل. The future of the UAE is very bright. أتوقع أن يكون مستقبل الإمارات مستقبل باهر ومشرق وزاهر. Manoj, I don't know.